هذا ونصح صاحب السمو حاكم الشارقة طالبا جامعيا يريد أن تكون الامتحانات ليست مقالية. أنا بس برد على هذول الطلبة، نحن مسؤولين عن جامعة خرفكان وكلمة وسيد، هذول طلبة القانون، هذا اللي يكلمك من طلبة القانون هذا تقريبا يعني. الآن هذه في امتحانات، نعم لا نعم لا، هذه كلها صدف يعني. طيب هذا بكرة بيروح هناك في المحكمة، شو بيكتب لهم؟ نعم لا نعم لا، يبغى يكتب عريضة، يكتب تقرير كامل، يكتب. طيب كيف بيكتب له؟ ما تعود على هالتقرير يكتبه. طبعا نحن بنخرج يعني يكون إنسان دارس يعني مكتمل الدراسة يعني، تقييمه بكتابة النص، ونلاحظ هذا النص مستقيم غير مستقيم. لكن أن والله أنا تعال نحن نمتحنهم نعم لا نعم لا، هي ما تمشي لا في المحكمة ولا في، نقول حق أبنائنا وبناتنا هنا نقول معذرون يعني، هذه ما بدراسة، لا ما يصير هذا الكلام، ما يصير هذا علم. وعلم بكرة أنت لما تجابه لك الناس حتى بتضحك عليك يعني، بيروح عند واحد تعال اكتب لي. الله أكبر، إذا أنت دحين في المحكمة، وإذا أنت بتكون يعني محامي بتترافع وأنت واقف أمام القاضي وتتكلم بأي كلام بتتكلم بها نعم لا، لازم تكون ترد وتعرف وتفهم. فمن فضلكم تريدون العلم هذا طريقه.